نعم، توتر الوضع بشكل كبير قبل قليل من الآن بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الوهمية أولا هنا في القطاع الشرقي فوق هذه المنطقة فوق مرجعيون، وصولا إلى القطاع الأوسط فوق بنت جبيل، وأيضا في العمق في عمق الجنوب اللبناني فوق إقليم التفاح. وأفادت المعلومات عن تنفيذ غارة إسرائيلية على حرج مليخ، سوف نتأكد إذا ما كانت هذه الغارة غارة حربية أم أنها فقط غارة وهمية كما حصل هنا في القطاع الشرقي. ولكن في القطاع الغربي في منطقة الحامول عند أطراف الناقورة نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أيضا سلسلة من الغارات. هذا اليوم كان قد حفل بغارات سابقة خصوصا على بلدة يارون، وبعد الظهر كانت غارة إسرائيلية من مسيرة على سيارة في بلدة عيترون في القطاع الأوسط. وذكرت المعلومات أن إصابات نتجت عن هذه الغارة، المعلومات الأولية تحدثت عن جريحين، سوف نتأكد إذا ما كانت هذه الحصيلة دقيقة. في أي حال، حزب الله أيضا كانت له سلسلة من العمليات اليوم. في الصباح كانت عمليتان على الموقع نفسه، موقع حدب يارون، كما استهدف حزب الله مربضا في دوفيف، وكان جنود للاحتلال الإسرائيلي يحاولون وضع أنظمة رصد وتجسس في هذا الموقع، استهدفهم حزب الله. معلومات أيضا أشارت إلى صلية من الصواريخ تم إطلاقها من هذه المنطقة من القطاع الشرقي، وأيضا بعد الظهر عملية ضد موقع بركة ريشة في القطاع الغربي. حزب الله لم يعلن بعد رسميا عن هذه العمليات، ولكن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هذه العمليات قد تم تنفيذها اليوم. في أي حال، كل هذا المشهد يشير إلى الوتيرة المتزايدة سخونتها في هذه المناطق الحدودية في جنوب لبنان على طول الخط الحدودي من القطاع الغربي إلى الشرقي مرورا بالأوسط. المواجهات الحدودية مستمرة، والرسائل المتبادلة أيضا مستمرة. إذا ما كانت إسرائيل قد قصفت بالعمق، فإن حزب الله أيضا يرد ويقصف بالعمق. هذه هي الوتيرة اليومية المستمرة وسط خشية متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى ما هو أسوأ من ذلك. زميلتي كلوديا أبي حنة من جنوب لبنان، شكرا لك.